نزلنا الشارع وسألنا الناس أي طعم شيبسي من الخمسة الجداد هيختاروه، وطلبنا منهم يثبتوا لنا حبهم لطعم اللي اختاروه وصوتوا له أكتر بتحديات مختلفة. اخترت شيبسي بطعم ايه؟ اخترت ايه من اطعمة شيبسي الجديدة؟ اخترت انهي طعم؟ اخترت شيبسي بطعم ايه يا عم جمال؟ جبن الافريقي. شيبسي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. صوتت على 60-60؟ شيبسي جبنة جنوب افريقيا. شيبسي جنوب افريقي كده. جنوب افريقي؟ جبنة جنوب افريقيا. جبنة جنوب افريقي، جبنة جنوب افريقي، جبنة جنوب افريقي، جبنة جنوب. اشمعنى طعم جنوب افريقيا؟ عشان انا بحب الحاجات اللي بالجبنة اكتر. ماشي، طعم الجبنة كان حلو قوي. الغابات والفيلة. غابات ها؟ جاهزة؟ جاهزة جدا جدا. قد التحدي؟ ان شاء الله. قد التحدي. جاهز. قد. اكيد. جاهزة. بحب الحماس. حان وقت الثعبان. اهلا. ده تعبان؟ اكيد مش ما تخافيش ما تخافيش. وعلى قد الثواني اللي هتستحملها وهو عليك. لا مش ده. لا ده تاخدي فوتس للطعم اللي انت اخترتيه، طعم الجبنه الجنوب الافريقي. لا ما اقدرش. التعبان ده ما اقدرش. شكله حلو قوي على فكره. لا استنى بس. ده ايه ده؟ ايه ده؟ طب شيل طعم. خلاص طب يا عم شيله. شيله خلاص كده. السلام عليكم. مفيش. يا عم شيل. طب خلاص خلاص خلاص. شيله. هشيله خلاص. شيله. صوتوا الشيبسي بطعم الجبنه جنوب افريقيا عشان يكمل معانا. خدي اه. قولوا لنا انتوا هتختاروا ايه؟ وصوتوا على 60-60 علشان طعمك المفضل يكمل معانا. وانت اخترت ولا لسه؟